الأساتذة والدكاترة في المجال، حيث سيقدمون مفاهيم وأيضا تحديات وفرص الديمقراطية التشاركية وفيما يتعلق بالاقتصاد. برنامج الملتقى على جلسة حوارية حول دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال أساتذة ودكاترة في المجال، حيث سيقدمون مفاهيم وأيضا تحديات وفرص الديمقراطية التشاركية وفيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني نحو التنمية المستدامة. ثم بعد ذلك بحول الله ستكون لدينا ورشات التي سنعمل خلالها حول المقاولة الاجتماعية وأهم البرامج التي تعمل في الديمقراطية التشاركية بحول الله.